السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا جينا بالحلقه الثالثه اللي غنشوفوا فيها الكانتي ديال نهار السبت 26 ديسمبر 2020. هاد الحلقه ديال خوت غادي نشوف فيها، بغيتك تسمعني من الاول حتى الاخر، غادي نشوف فيها شنو تيديروا الجواكا مع لي زونترينور، واش ديجا راك بين على العودان على اللي شوفوا ولا لا. وغادي نخليكم برونوستيك الخوت، ولكن من الاحسن دير لعبك، من الاحسن دير لعبك، راه والله ما كاينش واحد يعرف يقمر احسن منك. كل واحد الخوت يدير داكشي اللي بان ليه، الا كان شي حاجه راه لا شونس كيدون، راه حتى واحد ما احسن منك بشي حاجه. يلا الخوت بلا ما نطول عليكم بزاف، كما تشوفوا هذا هو البروغرام اللي كاين ديال نهار السبت. هنا العودان، هنا الجينز ديالهم، هنايا ديستونس المسافه، هنا جواكا لي زونترينور، هنا الكوطاج. الاول غادي ب 45، الثاني غادي ب 55، الثالث غادي ب 55، الرابع غادي ب 16، الخامس غادي ب 70، السادس غادي ب 35، السابع غادي ب 99، الثامن غادي ب 25، التاسع غادي ب 13، العاشر غادي ب 11، 11 غادي ب 7، 12 غادي ب 65، 13 غادي ب 5، 14 غادي ب 2، 15 غادي ب 8، و 16 غادي ب 20. فيما يخص الخوت جواكا مع لي زونترينور ومع العودان، جوكي رقم واحد عنده مع لونترينور 34 كورس، عنده ويتش ديال الفيكتوار 4 بلاصي، راكب على العود 7 ديال المرات، عنده فيكتوار وحده وبلاصاج واحد. جوكي رقم جوج عنده مع لونترينور 327 كورس، عنده 67 فيكتوار، 57 بلاصي. جوكي راكب على العود 2 ديال المرات، عنده فيكتوار وحده. جوكي رقم 3 مشارك مع لونترينور مره وحده، ما داير فيها والو، راكب على العود، عمرو راكب على العود، اول مره غادي يركب عليه. جوكي رقم 5 مشارك مع راسو حقاش هو اونترينور وجوكي، مشارك مع راسو 352 كورس، عنده 42 فيكتوار، 63 بلاصي، راكب على العود 14 مره، ما عنده حتى فيكتوار، عنده 6 بلاصي. جوكي رقم 5 عنده مشاركات مع المدرب 5 ديال لي كورس، ما عنده حتى شي فيكتوار، عنده 2 بلاصي. العود راه اول مره غادي يركب عليه. جوكي رقم 6 عنده مع لونترينور 4 ديال لي كورس، ما داير فيهم والو، راكب على العود 3 المرات، ما داير به والو. جوكي رقم 7 عنده مع لونترينور 11 كورس، عنده 2 فيكتوار و1 بلاصي، العود راكب عليه مره وحده، ما داير به والو. 8 عنده مع لونترينور، هو لونترينور هو درايفر، عنده 78 كورس، 14 فيكتوار، 11 بلاصي، العود راكب عليه 2 مرات، ما داير فيهم والو. 9 عنده 180 كورس مع لونترينور، عنده 81 غاني، 26 بلاصي، العود راكب عليه 11 مره، داير 2 فيكتوار وبلاصاج واحد. جوكي رقم 10 عنده 245 كورس مع لونترينور، 26 فيكتوار، 57 بلاصي، هو راه لونترينور ودرايفر، راكب على العود 11 مره، ما عنده حتى فيكتوار، عنده 3 بلاصي. العود رقم 11 الجوكي رقم 11 عنده 27 كورس مع جون ميشيل بازير مع لونترينور، عنده فيكتوار وحده وبلاصاج واحد. هنايا راكب على العود 2 ديال المرات، عنده فيكتوار صافي. الجوكي رقم 12 عنده مع راسو 155 كورس، عنده 16 فيكتوار، 18 بلاصي، العود راكب عليه 9 ديال المرات، ما داير فيهم والو. العود الجوكي رقم 13 38 كورس مع لونترينور، عنده 14 فيكتوار، 6 بلاصي، العود راكب عليه 4 المرات، جيب برومي فيكتوار وحده وبلاصاج واحد. الجوكي رقم 14 عنده 316 كورس مع لونترينور، عنده 37 غاني، 60 بلاصي، العود اول مره غادي يركب عليه. الجوكي رقم 15 عنده 151 كورس، عنده 11 فيكتوار، 38 بلاصي،
العاود راكب عليه 20 مرة، عنده فيكتوار وحدة 4 بلاصي، جوكي رقم 16، عنده 23 كورس مع لونترينور، عنده 2 فيكتوار، عنده 3 بلاصي. العاود راكب عليه 5 مرات، ما عنده حتى فيكتوار، ما عنده حتى شي بلاصه. كما جينا الخوت، انا شنا دابا اناليزينا دابا كلشي، دابا غنقول لكم الخوت العوده اللي بانوا لي مزيانين، ولكن من الاحسن بيني وبينك دير لعبك، والله ما نكذب عليكم الخوت، من الاحسن بنادم يدير لعبه. المهم بلا ما نطول عليكم، بالي الخوت كاين 13، كاين 9، كاين 14، كاين 10، كاين 8، كاين 15، كاين 11، وكاين 4. هادو هما خوت العودة اللي بانو ليا مزيانين، وكما قلت لكم من الاحسن بنادم يدير لعبو، والله يسهل على كل واحد. خليتكم راحة البال، تهلاو في راسكم، الله يعاون.